خلونا نروح للساحرة المستديرة. وفي مواقع عالمية متخصصة في تسويق اللاعبين نشروا تقرير عن أغلى 5 حراس مرمى في العالم. تصدر القائمة دي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، وبعديه جيانا لويجي دونورما الحارس الإيطالي لباريس سان جيرمان. خلونا نشوف التقرير ونعرف مين أغلى 5 حراس مرمى في العالم. المواقع المتخصصة في تسويق اللعيبة في العالم نشروا تقارير عن أغلى حراس المرمى من حيث القيمة التسويقية في العالم خلال الفترة الحالية، واعتمدت المواقع دي في تقييمها لحراس المرمى على عوامل كتير، أبرزها عمر اللاعب والسنوات اللي باقية في العقد بتاعه مع النادي ومستواه الفني في حراسة المرمى. في المركز الأول تربع تيبو كورتوا حارس ريال مدريد على الصدارة، واللي وصلت قيمته التسويقية ل 60 مليون يورو. تيبو صاحب ال 30 سنة واللي لعب أكتر من 50 مباراة خرج منهم بشباك نظيفة في 22 لقاء، وفاز مع النادي الملكي بألقاب الليجا ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأسباني والسوبر الأوروبي. وفي المركز الثاني دوناروما الحارس الإيطالي لباريس سان جيرمان صاحب ال 23 سنة واللي قيمته التسويقية وصلت ل 50 مليون يورو. دوناروما لعب أكتر من 20 مباراة في الموسم اللي فات، خرج خلالهم بشباك نظيفة في 9 مواجهات وفاز مع النادي الباريسي بلقب الدوري الفرنسي. في المركز الثالث جاء أليسون بيكر الحارس البرازيلي ليفربول صاحب ال 29 سنة واللي وصلت قيمته التسويقية أيضاً ل 50 مليون يورو. أليسون لعب 52 مباراة خلال الموسم اللي فات وحافظ على مرمى من الأهداف في 27 لقاء، وقدر يفوز مع الريتس بألقاب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي. في المركز الرابع جي أدرسون حارس مانشستر سيتي الإنجليزي صاحب ال 28 سنة واللي قيمته التسويقية وصلت ل 45 مليون يورو. لعب أدرسون 49 مباراة ما استقبلش أي أهداف في مرمى في 25 مباراة. في المركز الخامس حل يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد صاحب ال 29 سنة، ووصلت القيمة التسويقية للحارس السلوفيني 45 مليون يورو. لعب أوبلاك 51 مباراة خلال مباريات الموسم اللي فات وخرج بشباك نظيفة في 16 مباراة، وفريقه ما حققش أي بطولة في الموسم.